إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه الكرام، خصوصا إلى حضرة الشيخ السيد جعفر بن حسن البرزنجي، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي بلغ الوسيلة، يا ربي حصه بالفضيلة، يا ربي صل على يا ربي وارض عن الصحابة، يا ربي وارض عن السلالة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي وارض عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل مسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي واغفر لكل رجانا، يا ربي